خلينا متفقين ان في منتجات هنقدر نستغنى عنها ونجيب بديلها وهتبقى احسن كمان من اللي احنا كنا متعودين نستعملها، ولازم نبقى برضو عارفين ان المنتجات البديلة اكيد هتقع مننا منتج كده وهنكون جايبينه، واكيد هنعرف في المرة اللي بعدها ان ده مقاطعة ومش هنجيبه تاني. خلينا ندخل في الفيديو على طول، وتعالى اقول لكم بقى المنتجات البديلة اللي ممكن نجيبها باسعار حلوة قوي وكمان بتنظف حلوة قوي وفعلا تستحق ان انتوا تجربوها. امبارح دخلت قسم المنظفات وحاولت ان اجيب كل المنتجات اللي بديلة للمنتجات المقاطعة. جبت منتجات حلوة قوي وسعرها حلوة قوي وكمان بتنظف كويس جدا. عشان ما نطولش الفيديو اكتر من كده، وتعالوا اقول لكم على المنتجات البديلة اللي انا جبتها وهقولك على اسعار كل حاجة انا جبتها. ولازم نجيب المنتجات البديلة ونمتنع عن المنتجات المقاطعة، لان دي اقل حاجة احنا ممكن نعملها لاهلنا في غزة. تعالوا بقى ندخل على الفيديو على طول ونقول ايه المنتجات اللي ما ينفعش ان احنا نجيبها، وايه المنتجات اللي ممكن نجيبها البديلة والكويسة واللي سعرها حلو وكمان جودتها كويسة جدا. اول حاجة انا جبتها مسحوق الغسالة الاوتوماتيك. انا جبت اوكسي وده بديل لطايد واريال، ان احنا طبعا عاملين لهم مقاطعة ومش هنجيبهم ابدا. انا جبت اوكسي بريحة نسيم الشرق، بجد ريحته تحفة جدا. جبت الاتنين كيلو ونص دول عاملين 138، وجبت البخور ده العدة كان عامل 10 جنيه. هو بريحة العود وبجد ريحته تحفة جدا وثابته جدا في البيت. وجبت علب مناديل، العلبة عاملة 18 جنيه، سانتكس 550 منديل، والعلبة التانية دوليكس وعاملة 15 جنيه وهي 500 منديل بس، وبجد جودتهم حلوة قوي. جبت بقى كمان للشاور جيل، جبت أوبيل، بجد ريحته تحفة جدا وبتثبت في الجسم، كان عامل حوالي 38 جنيه، مش غالي خالص وبجد ريحته تحفة جدا وبتثبت جدا. منتج مصري ومعروف، وبدل ما نجيب منتجات ما نعرفهاش. وجبت كمان شامبو سان سيلك بدل دوف وجونسون، وكمان بدل كليو. عايز اقولك ريحته تحفة جدا وبرضه مش غالي، كان بحوالي 46 جنيه، تمنه كويس جدا بالنسبة للمنتجات التانية. بتقدر تجيبيه حسب المشكلة اللي في شعرك، يعني هيعالج المشكلة اللي في شعرك وبتجيبيه حسب النوع اللي انت عايزاه. جبت كمان لمسيح الارض فريدة، عايز اقولك ريحته حلوة قوي، كان عامل 23 جنيه، بتحطيه على مية المسيح بيعطر ريحة الارض وبيخليها ريحتها تحفة جدا، وكمان النظافة حلوة قوي، و23 جنيه بس، يعني مش غالي خالص. جبت كمان باور للدهون، عايز اقولك دهون البوتاجاز بتطلع في ثواني بالباور ده، وده كان عامل حوالي 30 جنيه. وجبت كمان صابون للايد وللوش، ده كان عامل 11 جنيه، ريحتها بجد تحفة جدا وعامله 11 جنيه. انا ما جبتش صابون اكتر من كده لان لسه عندي من الشهر اللي فات، فما جبتش الا صابونه واحده، وفي العادي بجيب الاربع صابونات على بعض بيبقوا عاملين حوالي 40 جنيه. تعالي بقى اما اقولك كمان هنغسل المواعين بحاجه حلوه قوي وعلى قد الايد، وفير ده كان عليه عرض جايباه ب 46.5. منتج حلو قوي، وبدل فيري وبدل منتجات تانية كتير احنا مقاطعينها، لا هنجيب وفير، حلو جدا. وعايزه اقولك هو 4 كيلو وبجد تمنه تحفه جدا، وعايزه اقولك بيخلي المواعين بجد بتبرق، بجد بيخلي الاطباق والكوبايات حلوه، وكمان بيبقى تقيل جدا ممكن تخففيه وانت بتستخدميه. وكمان جبت سبونشات لغسيل المواعين، التلاته كانوا عاملين 10 جنيه، بجد سعرهم حلو قوي ولقيتهم نقطه جدا. زي ما احنا شايفينهم كده، وش ناعم والوش التاني خشن. وجبت كمان لملمع الخشب مورال، كان عامل 32.5 جنيه، بجد تحفة جدا وريحته كمان حلوة قوي، بيلمع الخشب وكمان بيعطره وريحته ثابته جدا. جبت كمان فريدة بريحة التوت، ده كان عامل 35 جنيه، بجد منتجات فريدة كلها تحفة جدا وثابته جدا. جبت كمان سلكة مواعين، التلاتة كانوا عاملين 10 جنيه، أنا طبعا استعملت منهم واحدة. خلينا متفقين ان في منتجات هنقدر نقاطعها ونجيب بديلها وهتبقى احسن كمان من اللي احنا كنا متعودين نستعملها،
ولازم نبقى برضو عارفين ان المنتجات البديلة اكيد هتقع مننا منتج كده وهنكون جايبينه، واكيد هنعرف في المرة اللي بعدها ان ده مقاطعة ومش هنجيبه تاني. اتمنى يكون فيديو النهاردة عجبكم واستفدتوا منه، وتكون المعلومات اللي قدمتها فيه عجبتكم، واتمنى بقى تحطوا لايك للفيديو عشان قناتي مش هتكبر الا بيكم، واشوفكم في فيديو تاني بافكار تانية ان شاء الله.